فضيلة الشيخ عطية الصقر، ما معنى كلمة القنوت؟ وهل يجوز للإنسان أن يقنت في كل الصلوات أم أنه يجوز في صلاة ولا يجوز في غيرها؟ كلمة القنوت تطلق على عدة معان، هي الطاعة والصلاة والدعاء والعبادة وطول القيام والسكوت، والآيات والأحاديث كثيرة في ذكر القنوت، ويفسر بحسب ما يناسب المقام، كالذي ورد فيه قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. جاء في حديث زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمسكنا عن الكلام. والقرطبي في تفسيره الآيات ذكر كل هذه المعاني، كما ذكر النصوص الواردة فيها وذكر العلماء الذين حددوها. والقنوت بمعنى الدعاء يجوز في الصلوات الخمس عند النوازل، لحديث ابن عباس الذي رواه أبو داود وأحمد: قنت الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس مدة شهر يدعو على حي من بني سليم، لأنهم قتلوا بعض الصحابة الذين أرسلهم ليعلموهم. أما في غير النوازل فهو مشروع فقط في صلاة الصبح عند بعض الأئمة في الوتر في رمضان، وفي غير رمضان أيضا عند بعض العلماء، والله أعلم.